مرحبا المتابعين، مرحبا من جديد إليكم بالحلقة الثانية الخاصة بدورة الربح من موقع Redbubble. سوف أعطيكم اليوم طريقة رفع التصميم على موقع Redbubble، وأيضا طريقة اختيار التصميم أو طريقة التصميم من خلال موقع إلكترونية احترافية تعطيك تصميم مهمة وجميلة جدا. احترافية يعني تعمل عليها كأنك شخص محترف في التصميم، وتجلب أيضا وهناك موقع إلكترونية تجلب منها صور يمكنك استعمالها في الديزاينات الخاصة بك للمنتجات التي سوف ترفعها على موقع Redbubble. تابع معي الحلقة حتى النهاية، سوف أشرح لك جميع هذه المواقع وطريقة الرفع على موقع Redbubble، وأيضا طريقة اختيار أفضل المنتجات التي يمكنك أن تعمل عليها. بطبيعة الحال أيضا سوف أعطيك يعني تلك الموقع وأشرح لك جميع التفاصيل وطريقة تغيير التصاميم، تغيير الألوان في تلك الديزاينات أو الكتابات. يعني يمكنك أن تقوم بوضع تصميم من خلال كتابة فقط، وتقوم بتغيير شكل الخط وشكل أو أيضا الألوان الخاصة بهذه الخطوط لكي تعطيك يعني ديزاين احترافي تقوم بالعمل عليه وتقوم برفعه إلى منصة Redbubble. وأيضا سوف أعطيك يعني فكرة بسيطة حول طريقة العمل على هذه المنتج، سواء كانت تيشيرت أو ستيكرز أو أي منتج آخر يمكنك أن تعمل عليه. تابع معي فقط حتى النهاية لكي تفهم طريقة العمل، ولن نخلي نعمل على هذه الموضوع. أصدقائي، بالنسبة للموقع الأول الذي سوف نتكلم عنه هو موقع كيتل. كيتل كما ترون، كيتل هذا يمكنك الدخول إليه. هذا الموقع مميز جدا، يعطيك عدة تصاميم أو عدة ديزاينات يمكنك أن تقوم باستعمالها على التيشيرت أو ستيكرز التي سوف تقوم برفعها على موقع Redbubble بكل سهولة، وهي مجانية وليست عليها أي حقوق. بطبيعة الحال هناك عدة اشتراكات في الموقع، بطبيعة الحال هناك الحساب المجاني والحسابات المدفوعة، سوف أريكم ذلك. بالنسبة للحسابات كما ترون، بالنسبة للحساب المجاني سوف تحصل على 10 من ديزاينات مجانية مقابل 50 ميجا بايت من التحميلات في الموقع، وهي مجانية للأبد. بطبيعة الحال سوف تحصل على 10، وبالنسبة للبرو سوف تدفع 10 دولار كل شهر وتحصل على 50 بروجكت مقابل 1 جيجا بايت للتحميلات التي سوف تقوم بأخذها من الموقع. هذه هي طريقة عمل الموقع. وبالنسبة لإكسبرت بطبيعة الحال هو أحسن خيار يمكنك أن تقوم باختياره، وهو إكسبرت. تقوم بدفع 24 دولار للشهر وتقوم بتحميل عدة تحميلات أو عدة ديزاينات مجانية يعني غير محدودة مقابل 10 جيجا بايت من التحميلات. بطبيعة الحال أصدقائي أحسن خيار هو هذا الخيار، سوف تقوم بالعمل عليه، تقوم بدفع 24 دولار للشهر وتقوم بعمل عدة ديزاينات تريدها وتقوم بتحميلها إلى الحاسوب الخاص بك مباشرة، تقوم برفعها إلى موقعك في Redbubble أو منصتك في Redbubble وتقوم بالربح منها بكل سهولة. هو أحسن خيار يمكنك أن تقوم به أو تقوم باختياره. بطبيعة الحال يمكنك استعماله، سوف نرى وندخل إلى الموقع. يمكنك التسجيل في الموقع من خلال حسابك في جوجل وأيضا حسابك في الفيسبوك. أنا سوف أقوم بالدخول إلى الموقع لأني قمت بالتسجيل فيه، سوف أقوم بالدخول إليه وأريكم التصاميم التي يمكنك أن تعمل عليها ويمكنك تغييرها أو تغيير الألوان فيها. يعني موقع رائع وجميل جدا، فيه احترافي، فيه تصاميم احترافية كما ترون. يمكنك اختيار أي تصميم تريده وتعمل عليه. بطبيعة الحال سوف نقوم مثلا بكتابة هنا كات، مثلا كات كات. سوف يعطيك عدة ديزاينات كما ترون، هناك عدة ديزاينات خاصة بالقطط، وأنت سوف تقوم باختيار يعني الديزاين الذي يناسبك أو تريده أو تريد التعديل عليه لكي تقوم برفعه على التصاميم الخاصة بك. يعني كما ترون سوف نقوم مثلا باختيار هذا التصميم هنا، سوف تقوم بالضغط على Use this design، تقوم بالدخول مباشرة. سوف يعطيك يعني طريقة التعديل على هذا الديزاين باحترافية، سواء كانت الخطوط، الألوان، الصور، أي شيء تريده كما ترون هنا. بالنسبة لهذه التصاميم كما ترون، هذا القط يمكنك أن تقوم بتغيير موضعه وتقوم بتغيير الألوان الخاصة به بكل سهولة. مثلا يمكنك أن تقوم برفع صورة أخرى جديدة، تقوم بأخذ صورة من الحاسوب الخاص بك وترفعها على هذا الديزاين لكي تقوم بتحسينه. تغيير الخطوط أيضا من خلال التكست الموجود هنا، يعني بكل سهولة شيء يعني موقع رائع وجميل جدا. يمكنك أيضا اختيار أي ديزاين آخر تريد وضعه على هذه الصورة حتى تقوم بإضافة لمسة خاصة بك. أيضا بالنسبة للخطوط سوف نقوم باختيار هذا الخط، مثلا هذه الكلمة الموجودة هنا. يمكنك اختيار يعني الأشكال التي تريد أن تظهر بها هذه الخطوط. أيضا نعم سوف نقوم باختيار هذا الخط كما قلنا، نقوم باختيار هذا الخيار الموجود هنا كما ترون. يمكنك
اختيارها بكل سهولة بطبيعة الحال تقوم بتعديلها بالطريقة التي تحتاجها أو الطريقة التي تريدها أنت حتى تظهر لك بالتصاميم التي تريد أن تضعها على التيشيرت الخاص بك في ريد بابل. هذا هو الموقع الأول. بطبيعة الحال كي تقوم بتنزيل التصميم الخاص بك تقوم بالضغط على هذا الزر الموجود هنا وسوف يتم تحميلها إلى الحاسوب الخاص بك. هذا هو الموقع الأول. موقع رائع وجميل جدا. طريقة العمل عليه بسيطة كما قلت لكم. أحسن خيار هو أن تقوم باختيار خيار الدفع لمدة شهر مقابل $24 وتقوم بتنزيل عدة تصاميم تريدها وتحفظها في الحاسوب الخاص بك ثم تستعملها على موقع Redbubble. سوف نتوجه الآن إلى الموقع الثاني الذي سوف تقوم بالعمل عليه هو صنع الديزاين الخاص بك وهو موقع Divert. سوف أقول لكم هذا هو الموقع Divert.com. هذا الموقع جميل جدا. يعني كما عندما أقول لكم أنه موقع رائع وجميل جدا. موقع رائع وجميل جدا يعطيك أي ديزاين تريده سواء يعني كان عليه البحث أو لم يكن عليه البحث. وبطبيعة الحال هي مجانية وليست عليها حقوق. سوف تستعملها في التصميمات الخاصة بك مثلا كما ترون هنا. هناك عدة تصاميم تريدها. عندما تبحث مثلا عن تصميم معين أكتب هنا اسمه مثلا. سوف نقوم باختيار هذا الاسم هنا ونضغط على ريسيرش. سوف يعطينا يعني التصميم التي مثلا كنا نبحث عن هذا التصميم او هذا الانمي. سوف تقوم باخذ يعني الديزاين الخاص به تقوم بتنزيله الحاسوب تقوم بوضعه على الديزاين الخاص ب ريد بابل وتقوم برفعه. ليست عليه حقوق طبع ونشر بطبيعة الحال فهو مجاني 100% وتقوم بالعمل عليه بكل سهولة. مثلا سوف نقوم باختيار ايضا كات حسنا سوف يعطيك عدة تصاميم خاصة بالقطط مثلا مثل هذه التصاميم الموجودة هنا. يمكنك اختيار اي تصميم. مثلا سوف نقوم باختيار هذا الخيار الموجود هنا. سوف يعطيك هذه التصميم مع مقابل يعني عدة تصاميم اخرى اضافية الى جانب ذلك التصميم. مثلا هذا الخيار الموجود هنا كما ترون. يمكنك ازالة بطبيعة الحال عندما تقوم بالتعديل على الصورة فيمكنك ان تقوم بتعديلها وقصها بهذا الشكل. تختار الرسم الذي ليس لديه العنوان. يعني طريقة العمل وطريقة التحميل من هذا الموقع سهلة ومجانية. ايضا ليست عليها حقوق الطبع ونشر. يمكنك ان تعمل عليه بكل سهولة. وبطبيعة الحال سوف اريكم يعني طريقة رفع الديزاين الى موقع ريد بابل وعن طريق موقع كاما بالتصميم وهو مباشرة بعد الانتهاء من يعني شرح لكم هذه الموقع وطريقة الرفع على موقع ريد بابل. سوف نتوجه الى السيو الخاص بموقع ريد بابل وكيف تجلب الزيارات من جوجل ومن جوجل الى ريد بابل ويعني تقوم باختيار الديزاين الموجود في الترند وتحصل على زيارات اورجانيك من جوجل مباشره. ايضا هذا الرسم الموجود هنا عفوا بزلت هذه الخيار الموجود هنا كما ترون هو هذا الرسم مجاني. ايضا يمكنك اختيار عدة رسومات او عدة تصاميم تريدها. سوف نتوجه الان الى الموقع الاخر الذي يمكنك ان تعمل عليه وايضا سوف تجد فيه تصاميم رائعة. بعد الانتهاء سوف نتوجه فقط الى موقع كانفا حتى اوريكم المقاسات التي تحتاجها لرفعها الى موقع ريد بابل بكل سهولة. أصدقائي هنا أيضا موقع آخر وموقع ثالث تختار منه الديزاينات التي تريدها وهو كونسيرف Art World. هذا الموقع هنا كما ترون كونسرت Art World يعني موقع أيضا فيه تصاميم جد احترافية ومجانية ليست عليها حقوق طبع ونشر كما ترون هنا. يمكنك اختيار أي ديزاين تريده وتعمل عليه بكل سهولة. مثلا سوف نقوم باختيار هذا الخيار الموجود هنا فقط حتى أريكم التصاميم الموجودة في هذا الموقع. مثلا انظر أصدقائي يعني التصاميم يمكنك أن تقوم بوضعها على التيشيرتات أو ستيكرز أو أي شيء تريده في موقع ريد بابل بكل سهولة وأريحية. كما ترون هناك يعني تصاميم مجانية ليست عليها حقوق طبع ونشر. يمكنك أن تختار أي تصميم. انظر أصدقائي يعني تصاميم جد احترافية لن تحتاج حتى تكون مصمم أو تكون ديزاينر لكي ترفع على هذا الموقع يعني بكل سهولة وبكل أريحية. تصاميم جد ممتعة وسهلة. يمكنك أن تقوم باختيار أرتيست هنا أيضا وسوف تجد التصاميم التي تريد أو يمكنك أن تعمل عليها. مثلا سوف نقوم باختيار هذا الخيار الموجود هنا أيضا.
سوف تجد تصاميم مقنعة جدا يمكنك أن تقوم باستعمالها. بطبيعة الحال الآن سوف نتوجه إلى موقع كانفا حتى أريكم طريقة الرفع على موقع ريدبابل والمقاسات التي تحتاجها لرفع ديزاينات الخاصة بك إلى موقع ريدبابل. بالنسبة للمقاسات أصدقاء، يعني المقاسات التي سوف تحتاجها لكي ترفع الديزاين ويكون مناسب للتيشيرت الموجود على ريدبابل، سوف أريكم. الأحسن المقاس أنك تقوم بالضغط على كريت ديزاين في موقع كانفا بطبيعة الحال، وتقوم بالضغط على كوستوم سايز بطبيعة الحال. هنا سوف تقوم باختيار هذا الخيار هنا 888، سوف أريكم بالنسبة للطول وأيضا بالنسبة للارتفاع. هنا سوف تقوم بكتابة 900 بهذا الشكل، تقوم بكتابة 900 ثم تقوم بالضغط على create new design بهذا الشكل. سوف تفتح معك الصفحة، سوف يأتيك الإطار مباشرة بهذا الشكل. أنت تحتاج إلى هذا المقاس 888 إلى في 999، تقوم برفع الديزاين الخاص بك. سوف أريكم مثلا، سوف نقوم باختيار حسنا، سوف نقوم مثلا باختيار حسنا، سوف نقوم باختيار مثلا هذا الديزاين الموجود هنا، نقوم بوضعه عفوا، سوف نقوم بحذفه، تقوم بسحب الصورة مباشرة هكذا بهذا الشكل، وسوف تأتيك بهذه الطريقة مباشرة على الصورة. ما عليك سوى أن تقوم بالضغط على شير وتقوم بالضغط على داونلود بهذا الشكل، وتقوم بالضغط على تحميل. مباشرة بعد أن يقوم بتحميل الصورة الخاصة بك كما ترون هنا، أنت ماذا تفعل؟ سوف تتوجه إلى موقع ريدبابل. مباشرة في موقع ريدبابل سوف تقوم بالضغط على الخيار هذا، الخيار الموجود هنا داشفورد، ثم تقوم بالضغط على فيو داشفورد، تأتيك هذه الصفحة هنا. كما قلت لكم مسبقا، يعني كما ترون أتتني بعض الزيارات من السوشيال ميديا وأيضا من ريدبابل مباشرة بكل سهولة، يعني كلما كان العمل على ريدبابل أكثر كلما كانت هناك زيارات أكثر بطبيعة الحال من السوشيال ميديا وأيضا من ريدبابل والأورغانيك سيرش، يعني من خلال العمل على السيو الخاص بريدبابل. عليك أن تعمل على السيو الخاص بريدبابل، وسوف أشرح لكم الطريقة تلك الطريقة بكل احترافية. نقوم الآن برفع يعني الديزاين الخاص بنا، نقوم بالضغط على Add New Work بطبيعة الحال. عندما تقوم بالضغط عليه تأتيك هذا الخيار هنا، سوف تقوم باختيار هذا الخيار الموجود هنا Upload New Work، سوف تقوم بتحميل الصورة الخاصة بك التي قمت بعملها وهي Ultimate Design مباشرة هنا، تقوم بالانتظار. بطبيعة الحال سوف تأتيك هذه الصفحة. بالنسبة للعنوان والوصف والديسكريبشن والتاكس أيضا سوف أتكلم عنها في حلقة السيو الخاص بريدبابل. السيو الخاص بريدبابل كيف تجلب الزيارات من جوجل إلى ريدبابل، يعني الأورغانيك سيرش. بعد أن ترفع الديزاين الخاص بك سوف تأتيك هذه الخيارات هنا، انظر هنا أصدقائي. بالنسبة لهذه الخيارات تقوم بالضغط على إيديت، سوف ترى حسنا إن تقوم بالضغط على إيديت هنا سوف تأتيك الخيار هنا، انظر أصدقائي كيف أتتنا بالصورة صغيرة. بطبيعة الحال هذه الصورة أتتنا صغيرة لذلك لأن الكستوم سايز الموجود في الصورة ضعيف جدا، لذلك يجب أن تقوم باختيار هذا الخيار. أنا أردتكم حتى قمت بذلك الخطأ فقط حتى أريكم أنه يجب أن تقوم بتعديل الديزاين الخاص بمقاسات الديزاين وهي 2400 و 3200 بيكسل على كانفا. نعود إلى موقع كانفا، كما ترون نحن قمنا بتنزيل الديزاين الخاص بنا على موقع كانفا، كما ترون قمنا بتحميله بهذا الشكل، لذلك سوف نقوم بتغيير المقاسات الخاصة بنا. حسنا سوف أريكم ذلك، ننتظر فقط بعض الثواني. نعود إلى Create Design، كما ترون Create Design، نقوم بالضغط على Custom Size مباشرة بهذا الشكل، انظر أصدقائي وهو المقاس الموجود هنا. حسنا سوف أريكم، يعني 2400 و 3200. أنا قمت بذلك الخطأ فقط حتى أريكم أنه يجب أن تقوم بتعديلها، لأنك لن تضع ذلك المقياس فلن تأتيك يعني الصورة مواتية إلى الديزاين الموجود في التيشيرت. كما ترون 2400 و 3200، مباشرة نقوم بتحميل الصورة. حسنا نقوم بتحميل الصورة مباشرة بهذا الشكل. حسنا كما ترون أتتنا بهذا الشكل، يعني مباشرة نقوم بتحميلها، نقوم بعمل له داونلود. يعني قمت بذلك الخطأ حتى أريكم يعني أنه يجب عليك تغيير المقاس وتنتبه إلى هذا المقاس. يجب أن تقوم بوضع المقاس الخاص بك وهو 2400 و 3200. نعود إلى موقع ريدبابل،
كما ترون هذا هو المقاس الخاص بنا 2400 و 3200. نعود الى التصميم الخاص بنا. هنا نقوم بالضغط هكذا بهذا الشكل. نعيد رفع التصميم. حسنا سوف يتم تحميل الصورة. ننتظر فقط الثواني لبدء التحميل. كما ترون كما قلت لكم بالنسبة للتايتلز والتاكز والدسكريبشن سوف نقوم بإدخالها في حلقة SEO الخاصة بريدبابل. سوف نقوم بشرح لكم جميع التفاصيل وكيف تقوم باختيار الكلمة المفتاحية، كيف تقوم باختيار العنوان، تقوم باختيار الوصف حتى تحصل على زيارات من جوجل مباشرة إلى حسابك في ريدبابل بكل سهولة. بعد أن قمنا برفع الديزاين الخاص بنا نقوم بالتوجه إلى القميص هكذا بهذا الى التيشيرت. تقوم بالضغط على ايديت مباشرة سوف تجد ان التيشيرت الخاص بك يمكنك يعني جاءت الصورة مناسبة له مباشرة بهذا الشكل، يعني بهذه الطريقة وبطريقة احترافية. عندما تقوم بالضغط على ايديت مرة اخرى سوف تختفي مباشرة. اذا اردت ان تقوم باخفاء احد الميزات يعني او احد التصاميم لا تريد ان يظهر عليها الديزاين الخاص بك فما عليك فقط ان تقوم بالضغط على انابل بهذا الشكل وسوف يختفي بهذه الطريقة بكل سهولة وبكل أريحية. يعني طريقة العمل بسيطة وجميلة جدا. سوف تقوم أيضا بالنزول إلى الأسفل وتقوم بالضغط على برنت، تقوم باختيار أحد التصاميم سواء برنت بنتيك وأيضا الديزاين، ثم تقوم بالضغط على أني بودي بيبليك يعني بهذا الشكل. تقوم بالضغط على خيار نو مباشرة، ثم تقوم بالضغط على خيار أيضا هنا وهكذا مباشرة. تقوم بالضغط على سيف يور ورك يعني سوف يتم فحص الديزاين الخاص بك حتى تستعملها في الديزاينات الخاصة بك التي سوف تقوم برفعها على ريدبابل. استعمل هذه المواقع وسوف تجد فيها يعني كل المتطلبات التي تريدها لكي تقوم برفع الديزاين الخاص بك. بطبيعة الحال أيضا طريقة رفع الديزاين الخاص بك على ريدبابل سهلة وليست هناك فيها أي مشكلة. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سوف أعطيكم طريقة كتابة العنوان والتاكس وأيضا والديسكريبشن لأنها حلقة خاصة بالسيو ريدبابل يعني طريقة جلب الأورغانيك ترافيك أو زيارة من جوجل إلى صفحتك في ريدبابل لكي تحصل على زيارات حقيقية أو بعدها سوف تحصل على المبيعات التي تريدها. تابع معي في الحلقة القادمة سوف تكون حلقة نوعا ما طويلة ولكن فيها جميع التفاصيل التي تريدها للحصول على المبيعات وظهور صفحتك في الترتيب الأول لجوجل وتحصل على زيارات من جوجل. طريقة العمل سوف تكون سهلة إن شاء الله، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.